السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. وصفتنا لليوم أعزائي حلى يحبوه الكبار والصغار، ممكن تكون وجبة صباحية مفيدة ومغذية. اليوم راح نساوي الكريب بالفواكه ونحليه بالعسل. تابعوا الفيديو أعزائي، نستعرض المكونات ونشوف الطريقة مع بعض. مكونات هاي الوصفة: نحتاج إلى كوب طحين، كوب حليب، بيضة واحدة، ظرف فانيلا، 3 ملاعق من الزيت النباتي. مكونات سهلة وموجودة بكل بيت. نبدأ بطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي بيضة وعندي 3 ملاعق كبيرة من زيت النباتي، وعندي كمان ظرف من الفانيلا وكوب من الطحين وكوب من الحليب. ممكن تضاعفي الكمية، ولكن في البداية ممكن تساوي كمية قليلة حتى تجربيها ومن ثم تضاعفي الكمية. في البداية أعزائي راح ننزل البيض وظرف الفانيلا وأبدأ بالخلط حتى يتغير لون البيض ويتضاعف حجمه. ممكن تخفقي بالخفاق اليدوي أو بالخلاط الكهربائي حسب المتوفر حسب الموجود عندك. بعد ما انتهينا أعزائي من خفق البيض راح ننزل كوب الحليب وأستمر بالخفق. راح ننزل كوب الطحين أو الدقيق، ولكن بالبداية راح أنخله بهذا الشكل حتى ما يكون عندي تكتلات. بعد ما ننتهي من نخل كوب الطحين راح نستمر بالخفق حتى يتماسك عندي الخليط وما يحصل عندي تكتلات. إذا تشاهدون الأول مرة أعزائي أتمنى تشتركوا بقناتنا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. انضمامكم لنا يسعدنا كثير ويشرفنا. ونستمر بخفق المكونات حتى ما يبقى عندي تكتلات نهائيا. ممكن بعد ما ننتهي من خفق الخليط ممكن نصفيه بمصفاة حتى نتخلص من التكتلات. ممكن تساوي بالخلاط الكهربائي، أي شيء موجود عندك ممكن تستعمليه. وهذا قوام الخليط، ما يكون رفيع كثير ولا يكون سميك كثير بهذا الشكل. هلأ بدي أساوي بالخفاق الكهربائي حتى نتخلص من تكتلات نهائيا. ممكن نحطه بالثلاجة مدة ساعة، ممكن نشوي مباشرة. هلأ بدي أرفع مقلاة على نار متوسطة، تكون المقلاة ضد اللصق. راح أدهنه بقليل من الزيت، نمسحه بالزيت النباتي. تسخن عندي المقلاة قليلا. هلأ بدي أنزل خليط الكريب بهذا الشكل، ما يكون القرص رفيع كثير ولا سميك كثير، يكون بهذا الشكل. من اللاحظ أعزائي إن فقاعات ظهرت على سطح القرص والأطراف تحول لونها إلى ذهبي، نقلبها على الجهة الثانية أو على الطرف الثاني. ما تأخذ منا وقت كثير، مدة دقائق مثل ما تلاحظون أعزائي صار اللون ذهبي. راح أقلبه على الجهة الثانية وننتبه أثناء القلب حتى ما ينكسر معانا قرص الكريب. الجهة الثانية ما بديها تستوي كثير ثواني وأرفعها
راح أرفع قرص الكريب وأحطه على فوطة وأغطيه حتى ما ينشف معنا. بدنا نساوي قرص ثاني بنفس الطريقة، نمسحه قليل من الزيت النباتي ونتناول الكريب بالمغرفة. ممكن تكبري القرص، ممكن تصغريه حسب الرغبة. أنا اختاريته أن يكون متوسط الحجم بهذا الشكل. وصفة كثير لذيذة، ممكن نسويها فطور للأطفال والكبار وغنية. أتمنى تجربوا هاي الوصفة وأتمنى يعجبكم الفيديو أعزائي. مجرد ما يكون عندي اللون ذهبي ونلاحظ الفقاعات راح نقلبه على الجهة الثانية. وأهم شيء إنه بعد ما ينشوي نحطه بفوطة ونغطيه حتى ما ينشف معانا ويبقى لين وطري. وبعد ما انتهينا أعزائي من أقراص الكريب راح نبدأ بتشكيلها. التشكيل والتزيين والحشو حسب الرغبة وحسب الموجود عندك وحسب المتوفر. أنا سويته أكثر من شكل، سويته على شكل أقراص، دهنت في البداية بصوص الشوكولا، حشيتوها وزينتوها بشرائح الموس والفريز والكيوي، زينتوها بقليل من الفستق الحلبي المجروش. التزيين حسب الرغبة وحسب المتوفر عندك، ممكن تحليه بالشيرة أو القطر أو الحليب المكثف، ممكن تدهني بالمربى فقط، ممكن تدهني بال أي نوع حلى موجود عندك. أنا سويته أكثر من شكل، على شكل أقراص بهذا الشكل وعلى شكل مثلثات. حشيتها بالفواكه، دهنتها بالصوص الشوكولا، زينتها بقليل من الفستق الحلبي وحليتها بقليل من العسل. ممكن تحلي بالشيرة أو القطر، ممكن تحلي بالحليب المكثف، يبقى ذوق شخصي واختياري. وصفتنا خلصت لليوم أعزائي، أتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الطريقة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك وتشتركوا بقناتنا إذا شاهدونا لأول مرة. تحياتي لكل المتابعين ولكل من اشترك بقناتنا نورتونا، أشكركم كثير أعزائي من وين ما كنتم عم تتابعونا. وصحة وألف عافية، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.